عبر الهاتف من نواكشوط معي الدكتورة تربة بنت عمار، أستاذة التاريخ الإسلامي في جامعة نواكشوط والمهتمة بقضايا المرأة العربية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة تربة. اليوم أهم رسالة يجب أن تستخلص من هكذا يوم، وأي عوامل أيضا تساهم في رفع الوعي لدى الفتيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو لا شك انه موضوع ثقافي واجتماعي واقتصادي. المجتمعات العربيه كانت مجتمعات في غالبيتها مجتمعات بدويه او هي قريبه من البداوه، والبداوه لا شك انها تعطي للمراه سنا فوق سنها، اي بمعنى ان الجنس اذا ما تصل 10 سنوات دي عوامل التعرية وعوامل البداوة، وكذلك بعض المجتمعات مثل مجتمعنا موريتانيا الذي كانت لديه عادة التسميم، الشيء الذي يجعل بنت عندها 10 سنوات أو 11 سنة تصير فتاة كبيرة في الحجم، وأيضا عوامل التعرية تؤدي إلى شيخوخة مبكرة. الشيء الذي يجعل ليس هناك تمدرس، ليس هناك تعلم، ليس هناك شيء، كما أن أيضا الرجل البدوي بطبيعته يبحث دائما عن البنت الصغيرة باعتقادها انها هي مصدر المتعه او الجمال او شيء من هذا القبيل. كلها عوامل طبعا سيكولوجيه ثقافيه تسعى المجتمع يزوج بنات الصغيرات. الان لا شك ان الوعي والتمدن وتمدرس البنات ووصولهم للجامعات هذه كلها مسافات من الزمن تجعل البنت تصل 30 سنة او 30 قبل ان تصل الى شهاده عليا وقبل ان تتخرج من دكتوراه او من التعليم العالي، كلها اشياء حد. ولكن دكتوره نعم العادة. انا اعتقد صحيح. ان هذه العاده بدات في التقلص مع انتشار الوعي ومع ايضا بحث الرجل الواعي عن امراه واعيه، امراه لها شهاده ولها دخل ولها وظيفه. هذه اكراهات اقتصاديه قد تكون من اهم الاسباب التي حدت صحيح، يعني في جهود اقتصاديه يجب ان تواكب في المغرب العربي بشكل عام وموريتانيا على وجه الخصوص. تسمعين يا دكتوره تربه؟ الاماكن البعيده من الحواضر، الاماكن اللي في الاطراف والاماكن اللي ايضا ما فيها تحضر وليست فيها جامعات والتعلم لدى البنات دكتوره تربه محدود او معدوم، قد توجد هذه الظاهره. ولا شك ان المثقفين وبعض المسلمين يحاربوها، اعتقد ان المساله بدات في التراجع. ولكن يلفت الانتباه عندنا في الوطن العربي بشكل عام وبلدان المغرب العربي على وجه الخصوص موريتانيا بشكل اخص، لدينا مشكله ارتفاع الانوثه في مواجهه هذه القضيه. لا شك ان لدينا هذه الاشكالات، ينبغي لنا ان نناقشها موازاه مع 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 نفس الاشكال مع قضيه الزواج المبكر. دكتورة تربة. نعم. في موضوع الاقتصادي كما قلت، يعني يجب هناك أن يكون مجهود اقتصادي أيضا يترافق مع أي جهود أخرى لكي تتمكن النساء من أيضا المساهمة في هذا الموضوع. وهناك أيضا قيود مجتمعية، يعني حتى لو كان في وعي لدى الفتيات ولكن لا توجد القدرة على التحكم بقرارهن. طبعا هذه المساله تتحكم فيها قضايا اجتماعيه واكثر قضايا نفسيه. في بعض المجتمعات المنغلقه، المجتمعات التي يتحكم فيها نظام القبيله، النظام الابوي، سيطره مثلا الثقافه الذكوريه، احيانا الفتاه لا تستشار في مصيرها. نعم. ويكون وليها سواء كان اب او اخ اكبر او عم او احد المتكلم باسم العائله دائما يقايضها مقايضة أحيانا تكون اقتصادية وأحيانا تكون سياسية دبلوماسية. يود هذا الرجل أن يتقرب بأولئك القوم أو أولئك المجتمع الآخر بزواج من هذه البنت بغض النظر عن عدم رضاها، وحتى بغض النظر عن أهمية هذا الزواج من ناحية العمر ومن ناحية المستوى. ولكن أعتقد أن هذه القضية بدأت أيضا تتقلص مع وجودها ومع ضرورة محاربتها. نحن طب حتى مع المبادرات لدينا اهتمام بقضايا المرأة بشكل عام، وهذه القضية من أهم قضاياها لأنها نوع من القرصنة. دكتورة تربة، لدي سؤال أخير لو سمحت، فيما يتعلق ب حتى لو في مبادرات من النساء أيضا، إلى أي درجة هناك يجب أن تكون أيضا نصائح وعمل مع الرجال يعني لرفع الوعي أيضا
لعدم المشاركة بعد في هذه العادات القديمة المرفوضة؟ في الحقيقة تمثل أساسا هي قضية ضرورة انتشار الوعي وضرورة إجبارية التعليم. ضرورية إجبارية التعليم خاصة لدى النساء، خاصة لدى النساء، لأن الرجل بطبيعته يحل أينما شاء أينما شاء في أي مكان ويكون مستوى من الوعي ويختار في مجتمعات واعية، بينما المرأة محبوسة دائما سواء كان ذلك الحبس كان قديما في البيت أو بما يسمى بنظام الحريم أو في داخل قبيلة أو داخل قرية أو الحاضرة. بالتالي من الضروري جدا ان يجبر انصح الحكومات، الحكومات العربيه بشكل عام ان تجبر النساء بشكل ذكريات بشكل خاص على التعليم، وهذا لن يتاتى الا اذا كانت هناك مستويات من التحفيز. واضحه الفكره. منح خاصه للنساء. دكتوره تربه انتهى وقتنا، مع انه من الصعب يعني كان جهد كبير مقاطعتك، انا اشكرك جزيلا عبر الهاتف من نواكشوط. الدكتوره تربه بنت عمار استاذه التاريخ الاسلامي في جامعه نواكشوط والمهتمة بقضايا المرأة العربية، شكرا لك.